السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد. النهاردة هتكلم عن موضوع مهم جدا، كويس جدا، نتيجته عالية قوي، آثاره السلبية قليلة جدا. الناس كلها، يعني مش كلها، ناس كتير بتحاول إن هي تخس. التخسيس له طرق كتير، سواء جراحية أو عن طريق الدايت. طبعا الطريقة الأولانية اللي هي الطريقة الجراحية دي طريقة يعني مكلفة، خطرة، تكميم، سواء إنك بتشيل جزء من المعدة أو المعدة كلها، أو عن الطريقة التانية اللي هي الدايت، بتكون مرهقة جدا بنظام غذائي قاسي، ربع فرخة مع تلت رغيف مع معلقة مش عارف ايه. طبعا الموضوع بيبقى صعب، وطبعا اللي بيعاني من السمنة بيكون اصلا الوجبة بتاعته كبيرة، فانت بتقللها لحد كبير، ده بيكون صعب. طب ايه الحل؟ الحل في كلمتين، كلمتين بس، حل بسيط. تخيل انك تقدر تخس وزن كبير جدا وتوصل لوزنك المثالي في وقت قياسي جدا، احنا بنتكلم من 3 لـ5 شهور كحد اقصى، مع نظام فيه الاكل اللي مسموح بيه، مسموح بكميات كبيرة، بوجبة او وجبتين في اليوم مفيش اي مشكلة، ونسبة الدهون فيها كتير كمان. نظام الكيتو. نظام الكيتو، قبل ما نتكلم عن تاكل ايه وما تاكلش ايه، نشرح الكيتو نفسه وفكرته ايه. الكيتو مش نظام رجيم، الكيتو عبارة عن كورس علاج للجسم، بيحول جسمك اللي كل ما بتاكل تتخن، انك كل ما بتاكل تنزل ووزنك يقل بصورة كبيرة بأضرار قليلة جدا تكاد تكون معدومة بالمرة. طيب ايه هو نظام الكيتو؟ نظام الكيتو عبارة عن نظام دهون معتمد انك انت تاكل دهون كتير، بروتين قليل، كربوهيدرات اقل. انا مش دكتور ولا صيدلي، انا جربت الكيتو ونزلت جامد وكنت سعيد بيه جدا، وحبيت ان انا اشارك التجربة دي معاكم، يعني عسى ان احنا نستفيد كلنا باذن الله. طيب الكيتو ده بيعمل ايه؟ طيب ما نسأل سؤال افضل، اللي بيتخن بيتخن ليه؟ مش شرط الاكل، مش شرط الاكل، لسبب ان في ناس وزنها قليل وبتاكل كتير وما بتتخنش، ان معدل الحرق عالي. مش شرط، انت ممكن تكون تخين معدل الحرق عندك عالي وبتتخن. طب ايه السبب؟ السبب ان الجسم بتدخل له الطاقة من مصدرين. اول حاجة الدهون، الدهون دي كالوري، طاقة، بس بتخش بتتخزن في الجسم. ليه بتتخزن في الجسم؟ لان حرقها صعب شويه على الجسم وبتاعه، سهل انها تتخزن على الكبد او دهون ثلاثيه، سهل تخزينها. المصدر الثاني السكر، الجلوكوز. السكر ده عباره عن يعني اي حد بيجيله مثلا هبوط، الحقه شويه ميه بسكر في ثانيه جسمك يحرقهم يحولهم لطاقه تفوق كان شيئا لم يكن. فالجسم اللي بالنسبة للناس اللي بتتخن اللي زي بيعمل ايه؟ اي مصدر سكر بيجيله بيروح حرقه ويحول لطاقة، واي دهون بتجيله بيروح مخزنها وركنها، فبتبدأ السمنة، هي دي السمنة. طيب الكيتو بيعمل ايه؟ بيمنع السكر عنك تماما، والزيوت المهدرجة والكربوهيدرات بنقللها لأقل مستوى، وبتعتمد على الدهون. زي بالظبط كأن عندك مثلا طفل في البيت بياكل لحمة وما بيحبش الفراخ،
هو ما بيحبهاش، تديله فراخ يشيلها على جنب، تديله لحمة ياكلها. طيب لو انت حبسته في أوضة واديته فراخ بس، هيركنها هيركنها، هيجوع هياكلها، لأنها أكل ومصدر أكل. أنا بضرب مثال يعني، أتمنى أكون قربت في الفرصة. الجسم كذلك، أنت لو منعت عنه السكر بصفة تامة واديته دهون بس، هيبتدي يبص للدهون دي ويبتدي يحرقها، ويحرقها كويس قوي، لدرجة انك انت بعد ما بتخلص الكورس بتعيش حياتك طبيعي وبتاكل طبيعي وما بترجعش لوزنك السابق. دي حاجة مهمة جدا، ان هو ما بيحصلش فيه انك انت لما بتوقفه بالطريقة الصحيحة انك انت ترجع تاني تزيد. طيب دلوقتي ايه الممنوع في الكيتو الاول وايه المسموح؟ ممنوع في الكيتو المعجنات بالكامل، مكرونة، دقيق، عيش، رز، ممنوع الزيوت المهدرجة، زيت الذرة، زيت عباد الشمس، ممنوع السمنة النباتي، ممنوع الفاكهة بتقلل منها جدا. اللي مش ممنوع في الفاكهة الفراولة والأفوكادو. اللحوم تاكل لحوم، سواء فراخ أو لحمة. الزيوت زيت زيتون، زيت لوز، زيت جوز هند. الخضار تقريبا كل الخضار مسموح، هو بس تبعد عن البطاطا والبطاطس لأن الكربوهيدرات فيها عالية. تبعد عن البقوليات اللي زي الفول والفاصوليا، ممكن تاكل كوسة، أرنبيط، تاكل كل الخضار زي الجرجير. الجرجير بيحرق جامد جدا، بينفع جامد جدا. مسموح بالسمنة البلدي، تزود منها على قد ما تقدر، مفيش أي مشكلة. أنت أول يومين بس هتحس بالجهد بتاع الكيتو، بعديها هتحبه، هتحبه جدا. وصفات الكيتو كتير موجودة على الإنترنت كتير، أكلات الكيتونية، حتى الحلويات الكيتو موجودة، المكسرات مسموح بيها مفيش أي مشكلة. الكيتو بينزل معدل 3 كيلو في الأسبوع، حاجة رهيبة، بعيد عن الجراحة، بعيد عن الأدوية اللي الجسم بياخد منها مناعة سريعة، بيحول جسمك إن هو يقدر يحرق الدهون لدرجة إن هي ما تبقاش فارقة عندك زيها زي السكر. الكوليسترول نوعين، في نوع منه سيء وضار وفي نوع منه عادي كويس. اللي بيزيد في الكوليسترول، الكوليسترول الاتش دي في الكيتو، فده عادي وكويس، بس تبعد طبعا عن التدخين علشان ما تعليش الكوليسترول اكتر. البقوليات زي الفول تبعد عنها. الكيتو في ميزة ان هو حاضر، نتيجته حاضرة، نتيجته سريعة. اتمنى تكونوا استفدتوا، اتمنى اكون وصلت المعلومة كويس. ناس كتير على الانترنت للأسف بدون أسباب حقيقية بتهاجم الكيتو، وده مش صح. أي حد عنده أسئلة، أي استفسار تحت الفيديو، تحت أمركم هرد عليكم على طول. نظام الكيتو نظام كويس مفيد، بيعالج السكر من الدرجة التانية، لا ينصح بيه لمرضى السكر من الدرجة الأولى، ولا الحوامل ولا الرضع. بيعالج السمنة مهما كانت مفرطة. نظام الكيتو مش مكلف، الأكلات بتاعته متوفرة، ما هياش حاجات خزعبلية يعني. القرنبيط، الجرجير، اللحوم، في عيش بيتعمل كيتو من السمسم، في حاجات كتير ليها يعني، كل حاجة ليها حلول وموجودة. فياريت لايك واشتراك على القناة،
واي حاجه تحت الفيديو انا تحت امركم في اي وقت. شكرا جزيلا، في امان الله.